سعداء بلقياكم سيدتي السادتي انستي اعزائي النظار الكرام في هذا النقل المباشر بالضبط من القاعه المغطاه لمدينه حنيفره اللي كتجمع لقاء النصر الرياضي السطاتي وامل بوفولوس. اذا انطلقت المقابله لبعد حوالي جوج ديال الدقائق تقريبا. النتيجه البياض صفر لمثلي بين الفريقين وركنيه لفريق النصر السطاتي في هذه اللحظات وراء الكره العميد. جول 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 نصر السطاتي كيفتح التسجيل عن طريق الهداف اللاعب رقم 9 اللي هو ياسين حسين او كشيكيشا. اذا كشيكيشا كيفتح التسجيل لفريق النصر السطاتي على بعد جوج ديال الدقائق تقريبا من نصر الحد. الكره ما طاوعات لاعبي فريق امل بوفولوس الخنيفري اللي في هذه اللحظات الشوط الاول خرج من هازم ب 14-0 بينما مرتده كيقودها الخنيفريين عند لاعب رقم الله الله على هدف هدف جميل لاعبي فريق امل بوفولوس خنيفري بعد قذفه قويه وارضيه زاحفه ما كتركش حد الحارس عادي ب 12 كتستقر في المرمى وتغير النتيجه 17-1. اي 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 هدف جميل جميله فريخه جميله. اي 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 الله 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 سوبر سوبر ستار نجم الفريق فريخه كيتوغل من وسط الميدان وكيفتح ثغره وبقذفه قويه كترتطم بالعمود افقي وفي الشباك كتستقر وكتغير النتيجه وتصبح 25 مقابل هدفين. مرتده مرتده الخنيفريين. اي 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 نذكركم ان ما غنقطعوش البث غنلقاو في مباشر من اجل برافو برافو الشايس على راسهم بعد هذه المحاوله با 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 جول 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 فريخه فريخه الهدف رقم 11 هدف لفريخه اللي نفسه كيف رد نفسه كنجم للفريق الاول. اذا 29 هدف مقابل هدفين وفريخه سجل ووقع على 10 اهداف او 11 هدف لنفسه. اضافه الى الكاتب العام رياض اسامه ابن الرئيس ديال الفريق النصر السطاتي. الهدف الثالث الهدف الثالث للامل بوفولوس خنيفري بعد قذفه قويه كتستقر زاويه 90 من مرمى الحارس ايوب. 29-3 نكمل الشكر ديالي للطاقم التقني. جميله اولا مورتي جميل من باركه تمريره اجمل ولكن دخل الدفاع وفي هذه اللحظات الحكم كيعلن على نهايه المقابله بتفوق فريق النصر الرياضي السطاتي بنتيجه لا تقبل الجدل 29 هدف مقابل 3. والحمد لله كنبغيو ندعيو هذا الانتصار وهذا الصعود ساكنة مدينة سطات والرئيس علي الرياض وجميع اللاعبين كاملين اللي ضحاو وسكان الجن وصندوق رغم أعداء النجاح ورغم العراقيل والصعوبات اللي واجهتنا الحمد لله كانوا رجال وكنهديو لهم هذا الانتصار والجمهور السطاتي وديما نصر. بسم الله الرحمن الرحيم كنشكر اللاعبين بزاف وكنشكر كندير الفوز ديالنا فريق نادي السطاتي لعباد الله كاملين اللي كيساندوا نصر السطاتي رغيب كاع الناس اللي كيساندونا بزاف 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 واخا المشاكل ديال الفلوس الحمد لله اللعابه الرجاله
وتفوز هذا كندير الرئيس. اولا كنشكر قناه الفجر سبور اللي كتواكب هذه المقابلات ديال الفوتسال، وكنبغيو نشكروا جميع اللاعبين على هذه المجهودات الجباره اللي قاموا بها، رغم ان الامكانيات الماديه اللي كيعيشها فريق النصر الرياضي الصلاتي ما كتساعدش، ولكن الفريق كامل مواكب هذا الشيء وغادي ان شاء الله تحقق من الصعود ان شاء الله. مبروك. اولا كنهنى الفريق هذا السيد الرئيس واللاعبين وكاتب عام وجميع الاطر، وكنبغي نشكر هذه القناه ديالكم قناه الفجر سبور، والحمد لله الصعود ما جاش بغير جا بصعوبه جدا مهم، وكنبغي نشكر جميع اللاعبين وان شاء الله نقدموا شي حاجه في البريمير سيري. مبروك. شكرا لكم وسمحتوا معنا صراحه على طاقه العام كامل، والحمد لله المجموعه كامله قدمت داك الشيء اللي خاص يدار وحققنا الصعود، وهذا الشيء ما جاش غير هكاك، جا بالخدمه. وتحيه للعابه بلا المباراه هذا، كنحيي اللعابه كاملين اللي ضحاوا بكثير وبقليل، الرئيس والطاقم كامل، وان شاء الله موعدونا العام الجاي ان شاء الله غادي يزيدوا نخدموا، ونتسناونا العام الجاي ان شاء الله غادي يكونوا احسن من هذا العام. نهني فريق النصر اليوم من بدايه الباراسو ديال شهر 9 اللي بدا السي رياض عنبي، جاب لعابه في المستوى والثقه كامله، حنا ثقين فيه وضحى معنا، وان شاء الله لعبنا لاعبين على الصعود، وفعل الله تعالى ما خيبش، ونتمنوا التوفيق للسيرية. وشكروا بعد اول حاجه كنشكروا قناه الفجر سبور اللي كتواكب هاد المباريات ديال الفوتسال، وحنا فرحانين بزاف بالصعود ديالنا، ما جاش غير هكاك، جاب خدمه وجاب خدمه كبيره، والدراري كانوا رجال حتى لاخر رمق. وصراحه كنشكر السي الرئيس عبد المنعم رياض اللي كان واقف معنا وصامد معنا ولا زال معنا رغم ضعف الامكانيات، والحمد لله كل شيء داز على ما يرام، ونتمناو ان شاء الله بروميير ديفيزيون نزيدو نشتغلوا اكثر وتكون ان شاء الله. هاني الله لاعب. شكرا اخ محمد، كنشكرو حيت جيتي معنا ولقيتي المقابله، كنشكر فريق النصر جميع المكونات ديالو، لاعبين ومعطرين ضحاو غالي ونفيس من اجل صعود هذا الفريق، وان شاء الله مازال ما ساليناش، غادي نلعبوا مازال على الرتبه الاولى، وان شاء الله نقدموا اداء جيد في المسيري ان شاء الله. ماكينه تهديفيه، مبروك عليه الصعود ومبروك الاخ فريقه. اول حاجه كنبغي نشكر قناه فجر سبور اللي كتواكب بجميع المقابلات ديال الدوزيام سيري والبروميير سيري، وكنبغي نشكر الاخ سيمود حمان على المسانده ديالو وجمعنا وقلينا المقابله، كنبغي نشكر كذلك الاخ محمد وحمان كذلك وجميع الصحافه اللي كيواكبوا المقابلات، واول حاجه كنبغي نشكر الرئيس واللعابه، يعني كنبغي نشكر الفريق كامل النصر الرياضي على هذه التضحيه اللي ضحاوا من اجل الفريق ومن اجل الصعود للقسم الوطني الاول، ورغم المعاناه ورغم الصعوبات اللي لاحقتنا وتابعتنا، يعني رغم ذلك اننا حققنا المبتغى، ورغم ذلك مازال نحققوا المبتغى ان شاء الله، ونصعدوا على الرتبه الاولى ان شاء الله، كنحققوا الصعود على قبل المنحه باش اننا كاملين نحيدوا علينا المبتغى ديالنا، وكنبغي نشكروا السيد الرئيس اللي مسكين تمحل معنا رغم ذلك، وكنبغي نشكروا السي خالد راغب. بسم الله الرحمن الرحيم، نقدم تمكين نهني جميع اللاعبين على هذا الانتصار، هذا الانتصار اللي في الحقيقه اللي تاكد لنا الصعود للقسم الوطني الاول، واللي تعتبر هو انجاز تاريخي حق هذا الفريق هذا، فتم رغم الاكراهات ورغم الصعوبات الماديه ورغم الازمه الماليه اللي عاشها الفريق واحد الفتره، ولكن ولله الحمد حاولنا باش تكون واحد الثقه ما بيني وما بين اللاعبين، هذا هو اللي خدمت عليه، وكانت هذيك الثقه هي اللي خلات الفريق ديالي تيصعد القسم الوطني الاول وتيحقق الرتبه الثانيه او الرتبه الاولى، هذا ما تيهمش، ولكن بفضل المجهودات ديال هاد اللاعبين هذا والتضحيه ديالهم، ف تنعتبرهم انا هما رجال ديال التحدي، ورجال ديال النضال في هذا المجال هذا، لانهم اعطوا الشيء الكثير لهذا الفريق هذا، ومن هذا المنبر تنحيي القناه وفجر السبور الرياضيه على المواكبه ديالها لهذه الاحداث الرياضيه المهمه، وخاصه هذا الانجاز التاريخي هذا اللي هو بمثابه هو جاء تيتزامن مع احداث عصبه الشاويه الدوله التي ترقصها سعد رحيم المختاري،
وهذا انجاز تاريخي في حد ذاته. العصبه ديال الشاويه دبله وتنفتخروا بها وتنفتخروا بالناس اللي فيها وتنفتخروا بهذا الانجاز هذا اللي تنهديه لجميع اعضاء ديال هذه العصبه اللي على راسهم السي عبد الرحيم واللي ما بخلوش علينا بالتشجيعات والتحفيزات ديالهم على راسهم السي خالد رغيب اللي كان دائما كقوه لهذا الفريق هذا. وكذلك السي احمد السيبي اللي تا هو ما بخلش علينا بالتشجيع ديالو ودون ان ننسى كذلك السيد الرئيس ديال هذه العصبه هذه مع العلم ان هناك رجال في الخفاء وهو السيد الحاج حسن برا اللي من هذا المنبر هذا اللي تعتبر هو الاب الروحي ديال هذا الفريق هذا وهو اب الروحي ديال جميع الفرق الرياضيه ديال كره القدم داخل القاعه داخل بمدينه سطات ولانه عطى الشيء الكثير لهذه الكره هذه وعطى الشيء الكثير لجميع الاطر والمدربين دون ان نستنكر ذلك ودون ان ننكر ذلك. هذا ما هو الا جميل تفتخر بهذا الرجل هذا اللي في الحقيقه بالاضافه الناس اللي عاونوا هذا الفريق هذا وشجعوه اللي على راسهم كذلك السيد العامل ديال مدينه سطات اللي دائما تيخدم من اجل تعويض ديال الفرق الرياضيه اللي عندها واحد النشاط داخل مدينه سطات خاصه بصرف المنح ديالهم ودون ان ننسى كذلك السيد رئيس المجلس البلدي والتحيه تقدير وتحيه شكر وتحيه امتنان للسيد رئيس المجلس الاقليمي اللي هو السي مصطفى قاسمي اللي ما دخلش علينا كل ما تلقينا الباب ديالو الا وتنوجدوه. فهنيئا لهذ الاطر هذه وهذ الناس هذو وهذا الانتصار هذا ما هو الا انتصار لمدينه سطات وليس لرياض عبد الله او فريق النصر. فاحنا خدمنا الحمد لله الله سبحانه وتعالى ما خيبناش بفضل المجهودات اللي قاموا بها اللاعبين اللي تنهنئهم على المجهودات رغم قله الامكانيات ورغم الصعوبات ورغم كذلك فالحمد لله كانوا جاد. ومن هذا المنبر كذلك كنشكر اعداء النجاح والمشوشين على هذا الفريق هذا واللي كانوا تيوضعوا لنا عراقي حتى هما ما نساوش بانهم قدموا لهم الشكر لان هؤلاء الناس هؤلاء اعداء النجاح ما زادونا الا تحديا والا ثقه في النفس. لهذا تنقول لهم من هذا المنبر الاعلامي ديال 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 الفجر سبور اللي في الحقيقة تنشكروها الطاقم ديالها الإداريين وكذلك المراسلين اللي في الحقيقة على رأسهم السيد محمد بحمان اللي في الحقيقة كلما تنصنتوا لي إلا وتنبهروا بالأسلوب ديالو وبالكلمات الرنانة وبالثقافة الرياضية اللي تيمتاز بها هذا السيد. وتنطلب من الأخ وحمان تا هو كذلك إلى عوض في حقه اسمح لي ما هو هذا إلا عرس رياضي خاصنا جميع الاعلاميين المتواجدين في مدينه سطات وخارج مدينه سطات يعاونونا في هذا المجال هذا وتحيه لهم وشكرا للجميع والناس اللي دعموني ماديا ومعنويا تنشكرهم جميعا. واستسمح لي لم اذكر بعض الاسماء فهذا والناس ديالي تنشكر الناس ديال المكتب ديالي اللي عاونوني في الخفاء سواء اداريين سواء حامل الامتعه سواء الناس اللي رافقوني سواء هاد الناس هادو كلهم ما بخلوش على رياض عبد المبي والحمد لله. وشكرا للعائله ديالي اللي تاهي صبرات معايا في السراء والضراء خاصه الابن ديالي الكاتب العام والزوجه ديالي تاهي اللي ضحات من صبرات مجموعه ديال الاشياخ وديال العراقيل وتحيه للجميع وهنيئا لنا باب الانتصار ومزيدا من التألق ان شاء الله.